بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فشهر رمضان شهر القرآن، أنزل الله عز وجل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جعل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب نورا وهدى، هذا الكتاب الذي هو ينبوع الحكمة وأساس الملة وعمود الدين، الذي إذا تمسكت به الأمة نجت وفازت وانتصرت وسعدت في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن هذا الكتاب فهو شقي في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وتفسير القرآن ومعرفة معانيه وما نزل فيه هو الباب لتدبر القرآن العظيم، هو الباب الواسع لتدبره والتفكر في آياته والوقوف على ما تضمنته من كنوز الحكمة والمعرفة ومداواة أمراض القلوب بما تضمنه القرآن من أنواع الغذاء والشفاء، هو سبب صلاح النفس الإنسانية. كلما اجتهد الإنسان في أن يمر الآيات على قلبه شفى الله عز وجل بها أمراضا كثيرة ما كانت لتشفى ولا لتزول من قلبه، وأعظمها داء الجهل وداء الظلم. فالقرآن يعلم الإنسان، يعلم الله عز وجل فيه الإنسان ما لم يكن يعلم، وبه يعتدل حال المؤمن إذا عمل به فيهتدي بما هداه الله عز وجل إلى العلم والعدل. فأفضل ما تقضى فيه الأوقات في هذا الشهر الكريم ما يتعلق بالقرآن العظيم، وما يتعلق بفهمه ومحاولة تدبره. ولا شك أن تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى الذي جمع فيه بين تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، وبين تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فكان سائرا بذلك على طريقة التفسير السلفية الصحيحة. فهو مع اختصاره لما ورد في تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى يعد من أفضل، إن لم يكن أفضل كتب التفسير. وهذه يعني قراءة مع محاولة بيان الفوائد في تفسير آية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. جعل الله لا إله إلا هو جملة الحي القيوم في الأسماء عددنا، وهي متضمنة لأصول التوحيد كلها، ومتضمنة لمعرفة الله سبحانه وتعالى بالإلهية وبالأسماء والصفات وبالربوبية، ومتضمنة لإثبات علم الله سبحانه وتعالى، وإثبات كمال حياته، وإثبات ملكه عز وجل، ونفي الشفاعة الشركية، وإثبات الشفاعة الشرعية، وإثبات الكرسي وعظمته، وإثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. قال: فقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق. الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، المقيم لغيره. وكان عمر يقرأ القيام، الحي القيام، وهذا على سبيل التفسير والله أعلم وأعلم. وقد ورد القيم والقيام في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وورد قيام وورد قيم السماوات والأرض. فهو عز وجل قيوم قيوم قيم قيام، قائم بأمر السماوات والأرض. يقول: فجميع الموجودات مفتقرة إليه، وهو غني عنها، لا قوام لها بدون أمره، كقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فقيام الخلائق كلها بأمر الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. اسم الله سبحانه وتعالى بمعنى الإله المعبود. لا إله إلا هو نفي الألوهية عمن سواه، وإثبات الإلهية لله وحده، إثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. لا تقوم السماوات والأرض إلا بتوجه المخلوقات كلها لله عز وجل بالعبادة. وإنما الفساد الذي يقع في هذا الكون بسبب توجه الناس أو الإنس والجن لغير الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فالمؤمن يشهد أنه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ويشهد أن الله هو وحده المستحق لذلك، فلا إله بحق سواه. وكل من توجه إلى غيره بعبادة من العبادات فهذا شرك وضلال وغي وفساد في الدنيا والآخرة على صاحبه الذي توجه لغير الله بأي عبادة من العبادات. الحي صفة الحياة الكاملة التي تستلزم كل صفات الكمال الذاتية الأخرى، ككمال السمع وكمال البصر وكمال القدرة وكمال العلم. فاسم الحي يستلزم الكمال في كل أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، لأن كمال الحياة يقتضي ويستلزم كمال صفات الكمال الأخرى، يقتضي إثبات صفات الكمال الأخرى. فهذا توحيد الأسماء والصفات بعد توحيد الإلهية. والقيوم كما ذكر ابن كثير قيام القيم والقائم بأمر السماوات والأرض، أقام سبحانه وتعالى وجودها، والقائم بخلقها وإيجادها من العدم،
وهو القائم بحفظها سبحانه وتعالى، فهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو قائم عليها سبحانه وتعالى بالحساب والمراقبة وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، وهذا من عدله وإحسانه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يدبر أمر السماوات والأرض، قائم بها رزق خلقا ورزقا وإيجادا وملكا وأمرا ونهيا، يأمر فيها كما يشاء. فهذا توحيد الربوبية، فاجتمعت في هذه الجملة الله لا إله إلا هو الحي القيوم إثبات أنواع التوحيد لله سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. توحيد الإلهية أولا، ولأنه يبنى على كمال أسمائه وصفاته وعلى ربوبيته، ذكر الأمرين بعد إثبات الإلهية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلا يجوز أن يعبد من يموت، ولا يجوز أن يعبد من ينام، ولا يجوز أن يعبد من لا يملك ضرا ولا نفعا ولا يدبر أمرا ولا يخلق خلقا. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ولذلك هذه الآية رد على طوائف المشركين كلهم، هذه الآية آية الكرسي رد على اليهود والنصارى الذين يصفون الرب سبحانه وتعالى بصفات النقص ويجعلون معه أربابا وآلهة. فاليهود والنصارى يعتقدون أن الرب سبحانه وتعالى يعجز ويجهل ويمرض، والنصارى يثبتون موته والعياذ بالله وقتله وإهانته نعوذ بالله من ضلاله. وأما المشركون من أصناف الملل الأخرى كلها، فهم يعتقدون أن مع الله آلهة غيره تستحق أن تعبد. فقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم إثبات كمال الرب سبحانه وتعالى واستحقاقه للإلهية دون من سواه، وأنه الرب المدبر القائم بأمر السماوات والأرض. وكما ذكرنا هذا فيه رد على كل طوائف المشركين. قال لا، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم. فقوله لا تأخذه أي لا تغلبه سنة، وهي الوسن والنعاس. ولهذا قال ولا نوم، لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني أربع جمل، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور لو كشفه، حجابه النور أو النار تردد من الراوي، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي له سبحانه وتعالى ينزه عن النوم، لا يجوز أن يوصف بأنه ينام. والنوم من حاجات حياة الإنسان لوجود النقص فيها، حياة الإنسان لا تتم إلا بالنوم، لأن حياته ناقصة، ليست حياة كاملة، ليست حياة لا تعتريها آفات، ولكنها حياة مسبوقة بعدم، ومآلها إلى موت،
وفيما بين ذلك لا بد وأن يصاب ولا بد وأن ينقص ولا بد وأن ينام حتى تستمر حياته. الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض الميزان ويرفعه بالعدل، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، يثقل ما يشاء ويجعل كفة من يشاء أخف، ويجعل أمره إلى اضمحلال. هو عز وجل بالعدل يخفض من شاء ويرفع من شاء، يخفض القسط ويرفعه. هذه الجملة الثانية، يرفع إليه عمل النهار الذي يعمله العباد بالنهار قبل عمل الليل، قبل أن يبدأوا في عمل الليل بعد الغروب يكون عملهم في كل أجزاء الأرض قد صعد به إلى الله عز وجل، قد رفع إلى الله ليعرض عليه سبحانه وتعالى وهو أعلم به. وكذلك عمل الليل يرفع إليه عز وجل، ترفعه الملائكة قبل عمل النهار، يعني قبل أن يبدأ الناس في عمل النهار. فأعمال الليلة الماضية بين مصل وراكع وساجد وتال ونائم ولاعب ولاه ومغني ومفترن الكذب على الله عز وجل ومشغول في دنياه ومرتكب للجرائم وقاتل وسارق وزاني في أجزاء الأرض كلها قد صعد بها إلى الله عز وجل قبل أن يبدأ الناس هذا الفجر. أعمال الليلة الماضية صعد بها إلى الله، رفعت إلى الله في كل أجزاء العالم، في كل ما وقع، في كل جزء من أجزاء هذا الوجود قد رفعت إلى الله سبحانه وتعالى وعرضت عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. فالله سبحانه وتعالى يرفع إليه أعمال الخلائق كل يوم وليلة، في اليوم في كل 24 ساعة مرتين، كل يوم مرتين، قبل أن يبدأ الناس عمل النهار يكون عمل الليل قد صعد، قبل أن يبدأ الناس عمل النهار يكون قبل أن يبدأ الناس عمل الليل يكون عمل النهار قد صعد. قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، الحجاب المخلوق الذي يحجب الخلق عنه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت أنوار وجهه جميع خلقه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي جميع الخلق. روى عبد الرزاق عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، أن موسى عليه السلام سأل الملائكة: هل ينام الله عز وجل؟ فأوحى الله تعالى إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثا فلا يتركوه ينام، ففعلوا، ثم أعطوه قارورتين فأمسكهما، ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما، قال: فجعل ينعس وهما في يده وفي كل يد واحدة، قال: فجعل ينعس وينبه وينعس وينبه حتى نعس نعسة فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما، قال معمر: إنما هو مثل ضربه الله عز وجل يقول: فكذلك السماوات والأرض في يده. وهكذا رواه ابن جرير، وهو من أخبار بني إسرائيل، وهو مما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل، وأنه منزه عنه. وهذا الذي ذكره حسن جميل المعنى، وأن موسى عليه السلام أعلم بربه من أن يكون جاهلا بأنه هل ينام أم لا سبحانه وبحمده. قال: وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن جرير
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى على المنبر قال: وقع في نفس موسى هل ينام الله؟ فأرسل إليه ملكا فأرقه ثلاثا، ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وكادت يداه تلتقيان فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى حتى نام نومه، فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال: ضرب الله عز وجل مثلا أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض. هذا حديث غريب جدا، والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع. أما المعنى فثابت بلا شك أن الله عز وجل لو نام لا فسدت السماوات والأرض، هو منزه عن ذلك. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله. فناداه ربه: يا موسى سألوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين في يديك فقم الليلة. ففعل موسى، فلما ذهب من الليل ثلث نعس، فوقع لركبتيه ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس، فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال: يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان في يديك. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الكرسي. والله أعلم، هذا أحسن من الذي قبله، وهو أنه لم يقع بموسى، وإنما سأل بنو إسرائيل موسى، وهذا يمكن أن يقع منهم. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.